مائدة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بسرعة بشرح القوانين نشان أحمد، ركزوا معنا. كلمة سابق حيكون قدامه كوباية فيها عصير قمر الدين يمي، اللي حيزق الكوباية لأبعد نقطة من الترابيزة من غير ما تقع حيكون هو الكسبان. في حالة إن الكوبايتين ما وقعوش، اللي حيكسب اللي حتكون كوبايته أقرب للحافة التانية. معاكم أربع محاولات وحتبدأوا أول ما تسمعوا الصفارة. بليز امسكوا الكوبايات القمر الدين، ما حدا يشرب منهم، أنا بعرف إنه مغري. حطوا، لما حصفر حنحذف. أوكي، واحد اثنين ثلاثة. قلبت. يس احمد بياخذ باول محاوله، برافو. نيشان حتفتك كانت رائعه بس كانت شوي كبيره. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثه مع بعض، تفضلوا. شو هيدا؟ اوكي، نقطتين للسقه. ايه اعطيه، اجربوا بقى. يلا سقه، اذا ربحت هلا بتربح. جاهزين؟ يا رب. واحد اثنين ثلاثه. يا لحظة خليني جربها عنده. لحظة ليه جربها؟ واحد اثنين. برافو سقة، برافو سقة، بالهنا والشفا عليك. النقطة بقمر الدين. راح نشوف السكورات مع بعض.